السلام عليكم، انا سميتي محمد بن زهوة، كنسكن في دوار ولا سبيطار جماعه بوقنادل منطقه الحضاريه ولا سبيطار الغربيه، وكنخدموا في هذا الحرف ديو، وما بقاتش كيدخل عليه هذا الشيء ديال البلاستيك وتحطمات شويه. كاين تي واخا تيتواصلوا، ما كاينش كي كتدفع شي طلب لشي بحال الغرفه المهنيه ولا هذا باش يعطيوك شي معرض مثلا، جمع واحد الناس ديال الصناعه التقليديين يديهم لبرا هكا ويعطيو. ودابا راه هاد العامين هادي مابقاش المنتوج كاين، ما كاينش اللي غادي، هي غير هاد العامين باش دخلت هاد الكورونا زادت كثر، حطمات مثلا بزاف ديال البيع والشراء ديال الناس، ما كانوا كيجيو السياح، كان شويه الرواج قبل ما يكون هاد المرض هادشي اللي وقع علينا، وكنتمنوا من الله يحيد علينا هاد الوباء. وهاد الحرفه تعلمت خدمت فيها مد طفولتي، يعني عندي 14 سنه وني في هاد الحرفه، يعني الا ما كانتش 14 سنه خدمت في هاد الحرفه هادي، خدمت فيها في الولجه، كنت مشيت للولجه تنخدم، وخدمت مع ناس بشامات ومساكن، منهم داك بن الجلالي الله يرحمه، الحاج المدني، الحريكي الى الحريكي، هو اللي عطاني شهاده مهنيه باش صايبت هاد الوراق ديالي وهادشي في الحرفه هادي. كنخدم راسي، يعني هذاك العجين انا تعلمت فيه هو الاول، هذاك الزواق هو الاول، عاد تعلمت لهاد اللول، يعني ما غاتلحقش وغاتجي لديريكت اللول بغات تعلم له، خصك تولي تعجن الطان وتولي كيفاش تعرف البياسه شنو خصها، شنو تزوق، كيفاش خصها الدار نيشان ما تعواش باش ما تكرمش عوجه، وعاوتاني كيفاش خصك باش تعمرها في الفران، خصك ليها معلومات، يمكن تتبقى واحد المده وتبقى تشوف المعلمين كيفاش كيخدموا هنايا في اللولب بحال هكا باش كتخدم البياسه وكتجيبها لا رانطي العبار. تخدم واحد المده، وهذاك العجين ماشي ساهل باش تجي، خصك ثاني تبقى تدخل يلا تبقى عطاوك مثلا هذيك البياس الخضره وتخرجوا برا وتقبلوا وريو كيفاش تطور، كيفاش تخرج البياسه عندك لتعواج، عندك واحد المده وانت كتشوف هذاك اللي كيعجن الطين، حتى تتعلم الطين، حتى تتعلم العجين ديال الطين، عادي يمكن لك عادي يمكن لك ملي تولي تعجن الطين عادي يمكن لك تتعلم هذا. هي مع المناسبات، يعني ولات عندنا الحرفه مع المناسبات، يعني ماشي ما عندناش مثلا عندنا واحد الدخل ديالها قار، يعني مناسبات بحال هكا كنخدموا الطاجين في الاعياد، واحد الشهور كيتقبل فيهم هاد المحبق ديال الغرس، كيكونوا الناس كاين العشاق ديالها، كاين الناس اللي كيبغيو الخزف. الوقت تحبست مع الكورونا ومبقاتش الناس كتروج كتسارى في المدن، مبقاوش السياح تيجيو لهنا مثلا هاد المنطقة هادي كيشوفو، كانوا الناس كيخرجو وكيمشيو، بدا مبقاوش تحبسو، يعني مبقاش داك الشيء، مبقاوش الناس اللي غادي باش تيجيو هادوك الناس السياح تيقول لك غندي الباروك من هنا، غادي ناخد هاد البياسة خصني ندي الباروك من هاد المنطقة البلاصة الفلانية ولا تسبيطة اولا بوقنادو ولا تسبيطا، هذاك الشيء ما بقاوش، ولاو غير الناس ديال هنايا، الناس ديال هنا ما راه ولا الطاجين ديال الحديد، يعني الناس ولات كتجاهل لهذاك الشيء ديال الكوكوط ديال الحديد لافوند، ولاو هما مشاو هذاك لافوند ني تخداوه من الطاجين، داك الكباري ديال لافوند، داك لافوند تيدوبو في الطاجين ديال الطين، كيشد لي براسيون ديالو كيدير طاجين فوق طاجين وتيخرج منه طاجين ديال الحديد صافي، وهاد الطين هو اللي تيعطي جميع المعلومات ديال اي صناعه، اي حاجه تخدمات في الكون تخرج من الطين. Thank you.
تنطيب فيه هذا الفران هذا تنطيبه بالعواد وما كرهتش يكون عندي شي فران ديال الغاز ما نبقاش نجيب العواد ونجيب الكاغيط تمشي للوزينه ندبر على الكاغيط باش كنطيب وكيستهلك ليا العافيه بزاف تقريبا 12 ساعه ديال العافيه 6 تسويع ديال السخونيه وتقريبا 7 تسويع ديال العافيه مجهدات تيولي البياس تيولي البياس احمر تيولي بحال الجمر تيولي من الفوق تطلع الفوق الفران كتشوف البياس تيولي بحال الجمر الفرق ديال ما بين هذا وما بين الغاز الفرق ديال الغاز ما تيكونش فيه صعوبات كثيره فيه تماره وفيه الخدمه بزاف هذاك واخا كتدخل ليه البياس كتشعل الفرنوات بسميتو بالبوطه كيخرج حتى البياس ما كيخرجش فيه تيخرج كله صحيح هذا كيخصك تحافظ على البرد خاصك تعطيه تجيب خاصك ضروري توفر العود كثر من القياس باش ما تخافش عليه في الاخر تيقرب يطيب وما يقدوكش العواد وتصدق مخلي الفران ناقص تصدق كلشي ضاع لك ولكن خاصك تجيب العواد اللي غادي يكفيوك كنجيب الكارطون كنجمع عاد نجيب الشطبه وباش يلاه تيقدني ديك 8 تسويع ولا 9 ساعه ديال العافيه كنشعلو مع 12 ديال النهار هو كيسخن حتى ل 5 العشيه تنعطيه العافيه كنبقى نسيب له العافيه بالمدره تتولي العافيه طالعه مجهده تيبقى ديك تقريبا من 5 حتى لديك 11 12 ديال الليل هكا كنطلع كنشوف الفران تيولي يبان ليا الفران صفر كله تيبان ليا البياس صفر بالعافيه كله ولا صفر عاد كنحس به بان راه طعب وكنسدو من التحت بالبغلي باش ما يدخلش ليه البرد وكندير عليه الشقاف من الفوق باش ما يدخلش ليه البرد وتنخليه واحد اليومين تتهبط العافيه تيبرد عاد تنحل عليه الباب وعاد كنجبد البياس وكنشوف اللي هي مهرسه واللي هي صحيحه تنعزلها واللي هي هادي كنعزل وعاد كنصبغو اللي غيتصبغ بلي ما كيتصبغ بلي ما ولا غادي ندير ليها البياس مثلا داك الفيرلي وهكا هذا كتصبغ والفران ديال الغاز مزيان ولكن ما عنديش الامكانيات ديالو باش ناخذه يعني غالي كيدير واحد الثمن وخصك ليه البوطه وخصك ليه خصو الفلوس هذا هو الحل اللي هذا كنطيبو بالتقليدي كي كنخدمو به تقليدي يعني ما كيجينا شويه مرفق ماشي بحال هذاك كيتباع غالي الشركه كتمشي لعندها تتقول لك الفران الا بغيت تشري من عندها الفران كاين الفران كيدير 15 مليون كاين الفران اللي كيدير 20 مليون على حساب الحجم على حساب وانا ما كرهتش يكون عندي شي فران بحال هذاك ديال الغاز ويكون تيهز لي واحد 500 بياسه ولا 600 بياسه مثلا من هاد البياس اللي كنطيب وكنتمناو الحمد لله من هاد الوباء يتحيد علينا هاد الوباء ويدخلوا السياح ونوليو حتى حنا نبيعو ونشريو ويجيو الناس الكليان ديالنا اللي كانوا كيجيو من شحال هادي يدخلوا لهنا والحمد لله هادشي كلشي من فضل الله نتمناو من الله يوفق لينا هاد السنة نزيدو بها القدام ونخدمو هادشي اللي عطا الله والله قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.